يا عزيزي مولود الأسد، أنت بدك تعرف إذا هالشهر شهر أيار، ماي، مايو، هو جيد لإلك أو لا. لح اختصر وسرع وقول لك نعم، هيدا شهر جيد وأفضل من الأشهر الماضية من أول السنة لهلا، وبيحمل لك الانفراج أو بيخليك تشوف الضوء بعد نفق طويل، وبيوعدك بأعمال ناجحة وتطورات صالحة، لكن مع شوي من التحفظ قدام خسوف بيحصل بتاريخ 16 برج العقرب وبيعاكسك، خاصة وأنه عم بيعمل مربع مع يورانيوس ومع ساتورن، واثنيناتهم عم بيعاكسوك، يعني عندك ثلاث كواكب بمنتصف الشهر ممكن يشكلوا بعض العرائيل، وبتشعر بهالشي ابتداء من 13-14 تقريبا أو بعد شوي، يعني بنص الشهر. وبهالوقت لازم تهتم جدا بوضع صحي بخصك أو بخص أحد المحيطين أو المقربين، بس رح تفكك الألغام بهالشهر وبتلاقي حلول لبعض المشاكل المهنية كمان، لأنه رح تشعر أنه ما بقى لازم تضيع وقتك سدى، ولو أنه بعض التأخير أو التأجيل ممكن في الأسبوع الأخير، أي ابتداء من تاريخ 24 لما يتراجع كوكب ميركور إلى برج الثور ويلتقي بالأيام الثلاثة الأخيرة مع كوكب فينوس. بعدين بخبرك عنهم آخر الشهر. على كل حال، الخبر الأفضل هو تقدم جوبيتر إلى برج الحمل بتاريخ 11، وحتى يستقر فيه ل 28 من شهر تشرين الأول أكتوبر، يعني 5 أشهر وصفحة جديدة بتنفتح أكثر نقاوة من السابق. ببلش الحظ بموافاتك ابتداء من تاريخ 3، وبيكمل طريقه، لأن بـ3 بيدخل كمان فينوس إلى برج هوائي هو الجوزاء، وبيلاقيه بالجودة كوكب جوبيتر بتاريخ 11، فبتكون الذبذبات الفلكية لمصلحتك وبتدور الرياح لإنعاش مسيرتك. أنت قدام تغيير كنت عم تحلم فيه، هالشي بيطمنك وبيريحك، بتعبر عن رغباتك بلقاء عام وبتحقق بعضها، ويمكن تخير بين اتجاهين وتحسن انتقاء ما هو مفيد لإلك. منك بحاجة للنصيحة من أحد حدسك رح يهمسلك شو لازم تعمل. لا شك أنه في جهود كبيرة قمت فيها ودفعت أثمان لح تحصل على نتيجة بترضيك حاليا. بتطل على شهر بتعيشه بشغف وتتلقى أحداثه برغبة حقيقية بتحقيق أمنيتك، تتكون هالفترة ناشطة جدا، ولو يمكن صار في بعض الخصومة ولو بتخلق بعض المواجهات مع أخصام ومنافسين لإلك، بتخوض تجربة جديدة جدا بتشعل الحماسة بقلبك. لازم تعرف أنه الأمور رغم هالشي ما بتكون مسهلة 100% وبدون مفاجآت. كوكب المال بالنسبة لك وهو ميركور بيتراجع نحو الثور ابتداء من 11 وبيوصل له ب 24. حاول انك تنجز اعمالك المالية قبل تاريخ 20، ووصول جوبيتر الى الحمل بتاريخ 11 بيدعمك وبيخفف من الاجواء والصعوبات. اما الامور العاطفية فبخبرك عنها بفيديو اخر.